تعادل ايجابي 1-1 بين الاهلي وبيراميدز في الشوط الاول، تعادل منطقي من الفرقتين، سيطر الاهلي او بين الفرقتين، سيطر النادي الاهلي على بدايه المباراه حتى تمكن وسام ابو علي من احراز هدف في الدقيقه 16، كان هدف مبكر النادي الاهلي، وابتدى النادي الاهلي يسيطر بعض الشيء على احداث المباراه، وسرعان ما تمسك فريق بيراميدز يمكن من بدايه من دقيقه 22 يعني من منتصف الشوط ابتدى يدخل في اجواء المباراه، وحتى تمكن مايلي من ادراك هدف التعادل من خطا في دفاعات النادي الاهلي، وبعد كده بقت السيطره متبادله بين الفرقتين، وفي اخر 5 دقائق او 7 دقائق من احداث الشوط ابتدى النادي الاهلي هيمن تاني ويسيطر على احداث الشوط، وتمكن انه يعمل يبني اكتر من هجمه على مرمى احمد الشناوي، وضاع من وسام ابو علي كوره يعني هدف مؤكد 100%. من اهم احداث الشوط ان المدير الفني البيراميدز زي ما كنا بنقول قبل بدايه المباراه في حاجه غلط عنده في خط الدفاع، على طول في بعد منتصف الشوط الاول عمل تغيير بدري علشان الجزء ده او الخطا ده اللي موجود في خط دفاع بيراميدز، ونزل محمد الشيبي مكانه مكان كريم حافظ. شوط نتيجته منطقيه، شوط متبادل السيطره فيه ما بين نادي الاهلي ونادي بيراميدز، نتمنى ان شاء الله البدايه تكون في الشوط الثاني للنادي الاهلي زي الشوط الاول، ويقدر يجيب هدف ويقدر يحافظ على المكسب ويعززه باذن الله. هنروح لفاصل ونرجع بعد الفاصل نشوف اراء محللنا الكبار في احداث الشوط الاول، ارجوكم انتظروا. مرحبا بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن شريف، بدايه طيبه للنادي الاهلي، تمكن من احراز هدف مبكر، ولكن سرعان ما دخل بيراميدز في اجواء المباراه وخطف هدف التعادل نتيجه خطا من الخط الخلفي للنادي الاهلي. ده كلام مظبوط. احنا الحقيقه الاهلي فاجئنا وابتدى بدايه هايله جدا فعلا، ضغط ورغبه من اللعيبه في الاستحواذ، ورغبه من اللعيبه ان ما يدوش مساحات ولا تركيز للاعيبه بيراميدز انهم يبنوا اي حاجه او يعملوا عليك اي هجمه. نص ملعبنا بيشتغل زي الفل، الفراوده كل واحد في مكانه، كل واحد واقف على حيله، الديفندرز مفيش فلسفه، باص باص باص، في ثقه كبيره جدا لغايه ما جبت الهدف كمان اللي هو قبليه كان في هدف تاني طاهر محمد طاهر لو لعبها لاي حد مظبوطه منها امام عاشور جول قبل الجول ده يعني، وكررت بعدها على طول نفس الكره. الهدوء والاداء اللي كان موجود كان مميز جدا لغايه لما انت تفوقت وجبت الهدف. بعد كده باللي انا قلت لك عليه، اول حاجه الميس باس ممنوع في مناطق معينه كمان، يعني انا ممكن قدام ارقص واحد تقطع مني، انما اجي في نص ملعبي وباصي باص اعملها هجمه عليا والديفندر بتاعي مش موجود كمان، يعني فين محمد عبد المنعم في الكوره دي؟ مش موجود اصلا، وكريم فؤاد اللي بيحاول يقطع الكوره، يعني احنا اللي بنجيب الحاجات دي لغايه عندنا، ما فيش ابتكار في فرقه بيراميدز. ده هم الناس بعد ما جبت فيهم الجول بقى مش عارفين هيروحوا فين ويجوا منين والحكايه والدنيا، والاهلي ده ممكن يجيب الجول والسيناريو الغامق ابتدى يدور في الدنيا لغايه ما احنا سهلنا الدنيا وابتدينا ناخد الكوره وعايزين نرقص واحد واثنين وثلاثه. فاتمنى ان نفس البدايه اللي حصلت في الشوط الاولاني تبقى في نفس الشكل، ونعزز الهدف ده ونخلص المباراه ان شاء الله. كابتن اسامه، رؤيتك الفنيه لاحداث الشوط الاول؟ النادي الاهلي ابتدى كويس قوي، كان في لخبطه في فرقه بيراميدز، وخاصه كلنا كنا اتكلمنا على موضوع كريم حافظ انه باك رايت ناحيه اليمين عامله له لخبطه، وقعد الشيبي كانت مخترقه الجزء ده، والناحيه الثانيه ناحيه طاهر، والناحيه الشمال ناحيه حسين، واكتر من هجمه لغايه الهدف، والاهلي شكله افضل لغايه فجاه الهدف اللي حصل في الدقيقه 24 تحول الماتش. يعني انت تحس ان الشوط اتقسم نصين، ال 20 دقيقه ال 25 دقيقه الاولى الاهلي كان مسيطر وكان ممكن يجيب اكتر من هدف، بعد الهدف بيراميدز سيطر على الاداء، في لخبطه في النادي الاهلي، وللاسف يعني في اكتر من لاعب بره المود بتاعه، يعني امام مش واضح، اكرم توفيق مش واضح، خالد عبد الفتاح مش واضح،
كريم فؤادي ابتدى كويس الاول وبعد كده خلاص. طاهر مش انا شايف ان حسين الشحات اكتر من ممتاز في الشوط ده، وهو اللي بيقود كل الهجمات الخطره للنادي الاهلي. ومن الناحيه الثانيه صراحه مهند لاشين برضو قايم بدور هايل، فالشوط انا شايفه متكافئ وان كان فرص الاهلي كانت اكتر. صحيح كابتن عادل، فعلا شوط متكافئ وان كانت فرص النادي الاهلي اكتر والاهداف المهدره اكتر. كيف ستتعامل كولر مع احداث الشوط الثاني؟ خلينا نتجاوز الشوط الاولاني، لازم يبقى في تغييرات من البدايه. ان اردت ان تكسب المباراه لازم تغير من البدايه. هاني مكان خالد، مكان خالد ده رقم واحد. رقم اثنين اكرم ديانج، اكرم مكانه ديانج، امام مكانه قفشه، رضا سليم مكان طاهر محمد طاهر. تلعب كالاتي: تلعب كريم ناحيه الشمال، منعم سيرت باك، ربيعه السيرت باك الثاني، هاني باك رايت، اثنين ديفندرات ديانج ومروان عطيه، وقدامهم قفشه، حسين ناحيه الشمال، رضا سليم ناحيه اليمين، ابو علي. لان فرقه بيراميدز الشوط الثاني بتبقى اخطر، فرقه بيراميدز الشوط الثاني بتبقى اسرع. ده لما انت ترجع بديانج ومروان عطيه يقفلوا لك نص الملعب وتحولها 4 2 3 1، لانهم في حته نص الملعب هم مش ملتزمين قوي. لكن الحته اللي انت تقدر فيها وحتى الحته الاماميه عندهم عدم انضباط، لو لعبت برضا سليم وحسين الشحات وقفشه وابو علي قدام تقدر تخترقهم. كابتن بلال، سريعا تصورك لاحداث الشوط الثاني. الشوط الثاني بص هتبقى من الفرقتين. الشوط الثاني هيعتمد على اللياقه البدنيه، تمام، وهيعتمد على تغيير التغييرات اللي عملها كل مدير فني للفرقتين. لان خد بالك انت برضو بذلت مجهود الشوط الاول، فبالتالي عندك مشكله حته انك هتكمل المباراه ازاي، تكمل المباراه بمين. لابد من تدخل هنا المدير الفني مستر كولر في التغييرات. انا بشوف ان ممكن يكون عبد القادر له دور مهم جدا. عبد القادر لعيب مهاري، لعيب سريع، بيلعب على جول كويس، ممكن يبقى خطر بشكل كبير جدا جدا جدا. كمان النهارده اللعب طولي اكتر منه عرضي، انت بتلعب كرات كلها لقدام، انت ما بتحاولش انك تحضر وتلعب كرات عرضيه، تمام، بالرغم ان انت لما ابتديت المباراه وابتديت تشتغل 1 2 3 4 وتحضر وتلعب الكره العكسيه من ورا الباك وما بين السرد باك، عملت خطوره كنت ممكن وسجلت هدف، كان ممكن تسجل هدفين كمان، تمام، اضعت اكتر من هدف. الشوط الثاني انت محتاج يبقى عندك شويه توازن، مش هينفع تنزل المباراه انك ضاغط، لانك انت هيبقى عندك مشكله في اللياقه البدنيه في اخر تلت ساعه. الاهلي بيلعب كل ثلاث ايام مباراه، فدي ممكن تاثر على الاداء البدني في نهايه الشوط. هم فرقه واخدين راحتهم، يعني بيلعب ماتش ويريح اربع خمس ايام وما عندوش مشكله في الحته البدنيه كده. عشان كده بقول ان من بدايه الشوط الثاني او بعد 10 دقائق لازم يبقى في تغييرات في قلب الملعب، لازم تغير في قلب الملعب. انا في التغييرات اللي ممكن التغييرات اللي كانت جوه الملعب، حسين بطاهر وغيروا للاجنحه. بص حسين النهارده انا وجهه نظري الشخصيه، لما بدل ما يطلع امام عاشور وينزل مجدي قفشه، لا يخش حسين عاشور وهو البلاي ميكر وينزل حسين. طبعا هو اللي قايم بالحسين الشحات، هو الوحيد اللي يقدر يعمل لك الحته دي. النهارده امام مش في حالته، مش في حالته البدنيه، مش في حالته الطبيعيه كده، بقول لك فبالتالي يا كابتن انا بقى مش عايز مجدي قفشه اللي ينزل. انا اتمنى ان الشحات هو اللي يكون موجود في نص الملعب، تمام، هو اللي يقوم بحته اللعيب رقم 10. الشحات بيشوط على الجول، الشحات بيراوغ، بيروح واحد ضد واحد، الشحات سريع، بيقدر يتحرك على طرفين الملعب كويس، لان انت برده محتاج واحد يبقى فري في الملعب، مش محتاج واحد يبقى مرتبط بوزيشن. وهو اللي عامل لك الشغل، وهو اللي عامل كل الشغل الهجومي. ينزل عبد القادر ناحيه الشمال، وبكده يبقى انت عملت تغييرتين في على ارض الملعب. وانا مع الكباتن ان الي ديانج لازم يكون له دور مهم جدا جدا جدا. خد بالك انت بقى مش محتاج الاثنين الميد فيلدرز دلوقتي في الوقت الحالي، انت الكرات كلها بتاعتهم هما بيحضرش، ما بيستحوذش، هو بيعمل ايه؟ 1 2 3 4 وابتدي يدور على الكره اللي من ورا المدافعين، سواء اذا كانت ناحيه اليمين او ناحيه الشمال. ما كانش بيقدر يعملها ناحيه اليمين الشوط الاول، كان بيحضر ويعمل على محمد حمدي، تمام، من ورا عبد الفتاح. فممكن دلوقتي عنده جبهتين يقدر يعمل التحضير ويشتغل. هو ما بيشتغلش في قلب الملعب لانه عنده عنصر مش موجود على ارض الملعب، فخري لاكاي اداؤه النهارده سيء جدا جدا جدا، الضغط عليه بيغلطه. في كورتين ثلاثه لما قطعتهم منه كان ممكن تعمل ثلاث اربع مرتدتين مهمين جدا جدا جدا. فكابتن امام انت محتاج لعيب ميد فيلدر واحد بس دلوقتي في الوقت الحالي. في الوقت الحالي اليو ديانج ينزل، حسين الشحات في قلب الملعب، يبتدي عبد القادر نلعب ناحيه اليمين. عايز تغير خالد عبد الفتاح في الوقت الحالي، عايز تسيبه ربع تلت ساعه، انا رايي تستنى شويه لحد ما تشوف الجيم رايح فين. طب سبب الكرات المقطوعه كتير من الفرقتين الشوط الاول كان حرص ولا خوف؟ لا في قلق، في قلق من الفرقتين. خد بالك كل فرقه حريصه ما يخشش فيها جول، كل فرقه عايز يلعب الكره السهل، بس واضح ان الملعب
يعني ارضيه الملعب واضح ان هي مصعبه الامور على الفرقتين. الكره بتروح بتتزحلق بشكل كبير، بتروح بسرعه جدا جدا جدا. الكره الاستلام اللعيبه للكره على الارض مش 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 منضبط. في كرات كتير جدا تيجي تستلم تقلش، تيجي تستلم الكره يعني تعلى. الارض مش مش احسن حاجه يعني النهارده. فعشان كده بقول لك كابتن ايمن النهارده المباراه الشوط الثاني ما ينفعش يبقى جيم زي ما حصل في الدقيقه 18 او 22 تقريبا ان الكره بتتقطع منها في نص ملعب الثلاثه واقفين. لا مفيش الكلام ده خالص، مش مسموح الكلام ده في الشوط الثاني على الاطلاق. لو الشوط الثاني وصلنا لحد الدقيقه 30 والنتيجه 1-1 وتعادل ايجابي، فكر الاثنين مديرين فنيين اعتقد هيبقى الفكر رايح للتعادل. محدش هيجاز. انا برضه انا مع بلال برضه في الموضوع ده. انا شايف حكايه التغييرات بتاعتنا دي وضبط نص ملعبك من بلاي ميكر، وخاصه في غياب امام عاشور النهارده مش عامل اي سبورت حتى. انا شايف اسامه ابو علي بيدافع وبيهاجم وما فيش، فبيستغنى ساعات عن مكانته في كراس حرب. لازم يحصل تغييرات النهارده، لازم حد يبقى عنده ايقاع في نص ملعبك يطرف لك الكور ويعمل الحكايه دي. هو مجدي قفشه الوحيد اللي عنده الملكه دي والسرعه الاماميه والسرعه طبعا. انما لو فضل في 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 4-5 بعد 10 دقائق بره الكرات المقطوعه منهم، كميه حتى الجري مش موجوده زي ما بلال قال، انه ما فيش ضغط حتى على لعيبه يعني التوري ومهند لاشين والكارتي بيستلموا كره بكل بساطه في نص الملعب. حتى دور اكرم مش واضح النهارده، امام عاشور دوره مش واضح، فلازم يحصل تغييره في نص الملعب. ولكن لو امتد سواء زي حسين الشحات هو اللي ينزل جوه وينزل احمد احمد عبد القادر، او ينزل قفشه وتفضل حسين على. انت عارف كابتن ايمن بلال قال كلمه مهمه جدا، قال الفروقات ما بيننا وما بينهم ان هم بيقعدوا وقت كتير قوي ما يلعبوش وانت اللي بتلعب كتير. فانا بتكلم ليه عاوز اغير 4 مرة واحدة، لان الاربعه مره واحده يعمل لك التكيف ده ما بين اللياقه البدنيه دي واللياقه والاحساس بالاجهاد ده والاحساس بالاجهاد ده. فيجب انه يستغل بين الشوطين ويغير بدري. كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله لتحقيق الفوز الشوط الثاني. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره اخرى بعد نهايه احداث المباراه، انتظرونا.